مشاهدينا الأفاضل السلام عليكم. أحدث سوس تي في تفتح باب الخير والإحسان لذوي الخير والإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء في شهر رمضان، شهر القرآن والغفران. حالة إنسانية هي حالة سي محمد 36 سنة كيعاني من تشوه على مستوى الدماغ، واللي بين المرض ديالو أكثر والإصابة ديالو بمرض الميناجيت أو التهاب السحايا، وكان دخل كوما هذه 13 يوم. فهذا نداء لجميع القلوب الرحيمة من أجل مد يد المساعدة، وإليكم سي محمد مباشرة. سي محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي محمد، اشرح للمشاهدين الكرام الحالة ديالك بالضبط. هو الحالة ديالي معقد، هي بعد التهاب السحايا أو ما يسمى الميناجيت ويسمون المناجيت، بان العيب ديال الدماغ بحال تقب. يعني اسمح لي، انت كنت مريض من صغرك وعندك هذا التشوه الخلقي على مستوى الدماغ وما كنتيش عارف، حتى جاك هذا المرض ديال لاميناجيت. داك الاول حتى جات لاميناجيت عاد بان المرض. وفين عشتاش؟ من السبيطار ولا مستشفى؟ في الحسن الثاني، في سبيطار الحسن الثاني. يعني بين الحياة والموت. بين الحياة والموت 13 يوم في كوما. ومني فقتاش قالوا لك الطب؟ اش قالوا لك الاطباء؟ داك شغل قول الاطباء تبعيني بالدواء، وداك شغل عاد قالوا لي عاود الراديو ولا غام عاودته في داك شغل عاودته، وعاود صيفتني داك شغل صيفتني للرباط. واخا دابا حنا بعد قليل غنهضروا على الرباط. بالنسبه باش كتحس؟ باش كتحس من هذا المرض هذا؟ بالحرق كاينه، والعافيه شاعله كاينه ليا في الذات ديالي وفي ايديا. ورينا يديك، لان كتبان لي بحال مشلوله. واش نتيجه هذا المرض هذا؟ نتيجه هذا المرض، لاقاش داك شغل هذا العروق، هذا الاصابع العروق فيهم بحال شكل دماتو، خاصهم يكون خير. السي محمد، قلت لي بان العمليه الجراحيه في الرباط خاصك 8 مليون أونص ديال السنتيم. نعم، ايه 8 مليون وداك ونص. داك الشغل قالوا لي في الراديو شيروجيكال، يعني الراديو، وفي نفس الوقت العملية. هو راديو كيصور وفي نفس الوقت غيدير لك العملية. واش عندك منين ولا حالتك ما الحالة داك الشغل ضعيفة، وهذا الشيء باين السي محمد من خلال الزياره اللي درنا لك على مستوى الجمعيات هنا في ايت بلول. واش كاينه شي التفاته ولا والو؟ الالتفاتات الله غير. يمكن نقول لا حياه لمن تنادي. اذا رجعنا في الله ورجعنا ان شاء الله في المحسنين كبير وكبير جدا. اشنا هي الرساله الاخيره اللي غتوجه لاصحاب القلوب الرحيمه في هذا الشهر العظيم عند الله عز وجل من اجل جمع التبرعات والمساهمه باش دير ان شاء الله دير العمليه الجراحيه؟ وما يمكن نقول الا مقطع من الايه الكريمه التي تقول من احيا نفسا كان ما احيا الناس جميعا. وراك عرف بان الانسان الى احيا
شخص راه عرف راه التواب ديالو ما كيتقدرش ولو بكنوز الدنيا. و إذا أنا إن شاء الله سي محمد خويا إن شاء الله يكون خير، أكيد بأن الرسالة وصلت، وإن شاء الله على مستوى الجريدة ديالنا راه غتلقاو إن شاء الله العنوان وكذلك الرقم، والأمل ديالنا كبير فيكم. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.